رشوان توفيق كان عنده مشكله وبنات انت الموضوع ده شفته ازاي وضايقك ازاي؟ الموضوع ده وجعني جدا جدا، وهو كمان راجل كلنا عارفينه يعني بنحبه حب كبير. يعني فكره الحجر نفسها وان يعني جحود رشوان ومسالم بالطبيعه، يعني مش الاستاذ رشوان خالص اللي اتعامل معاه كده، يعني ووجعه احساسك بوجعه انه ربى وقفنا حياته في التربيه، وبناته كانوا بيتكلموا عنه امبارح، ما يعني الراجل ما كانش بيجيب حاجه لنفسه وكان بيجيب لهم هم، ف لا يعني حاجه توجع قوي الواحد، ما مش قادر يستحمل الكلام في اصلا في الموضوع ده. يعني الوجع ده بعد سنين كتيره حاجه بصراحه صعبه، اتمنى انه ربنا ما يكتبهاش على اي حد يا رب. هو ممكن تقولها له وتوصل له يا استاذ رشوان، احنا كلنا اولادك واقفين جنبك لاخر يوم في العمر، على قد ما اخر يوم في عمري انا واقف جنب الاستاذ رشوان، وبمتهيالي مش انا بس، يعني مش عايز اقول انا يعني اللي بعمل ده، مفيش حد في مصر ما مش عايز يقف جنب الاستاذ رشوان. ده في ناس قالت احنا هنرفع قواضي، محامين تبرعوا وناس كتير، يعني مش عايز اقول انا يعني الموضوع، لا طبعا مصر كلها انا وانت وكل الناس اللي موجوده دي بتحب الاستاذ رشوان توفيق، وما تتمناش ابدا ان يحصل فيها كده. شكرا جدا. سي يا حبيبي.